فعل وهو بشر، ازاي هيقرا كل التعليقات دي والرسائل دي والمحلل ده والاهلاوي ده والزملكاوي ده؟ ازاي تعاملت مع ال3 ايام اللي قبل الماتش؟ عادي خالص يا استاذ، انت عارف ان كل المباريات بتاعتنا الكبيره بيحصل فيها كده، ويعني الواحد معتاد ان يتحمل الضغوط، ودي سمه الرجال يعني، والحكام رجاله كلهم على مر العصور بيتحملوا الضغوط وبيتحملوا دائما اخطاء الاخرين، وفتره كبيره بيتاخدوا ان هم شماعه. انا حبيت، انا انت عارف ان انا برد وبرد كويس، بس طبعا ما رضيتش ارد قبل الماتش، وقلت الرد يبقى في الملعب وسيب الناس اللي انتقدت في الاستوديوهات، وجمهوري بدأ يتوجه ضد التحكيم، وانا النهارده يعني وصلت رساله اكيد كلكم فهمتوها، ان لما دخلنا بتشيرت منتخب مصر كنت لسه هسألك ايه القصة دي بقى؟ انا ما حبيت بس افكرهم ان الناس اللي بتهاجمهم المصريين، ده بنت جمهور مصري وده الدوري المصري، احنا كمان مصريين واحنا اهم ما في المنظومه، التحكيم المصري اهم ما في المنظومه، والكوره مش هتتطور ولا هترتقي الا بالدعم والمسانده للتحكيم المصري والارتقاء بيه. مش معقوله بقى احنا نبقى اللعيبه مصريين وملاعب مصريين وبعدين نيجي نقول التحكيم اصل ده، انتوا ليه بتهدوا، ليه بتهدوا كيان التحكيم بعد النجاحات اللي اتعملت في كاس الامم الافريقيه؟ ليه بتقفوا قدامهم؟ يعني ايه ماتش في الدوري ب3 نقاط؟ مع احترامي الشديد طبعا لمجلسين الادارات والانديه وجمهورهم الاهلي والزمالك، وخليني يعني اوصل رساله برضو من عندك ان احنا بنشكرهم ان هم ما اعترضوش على التحكيم المصري وكانوا داعمين ليه. عايزين الامور دي تستمر، ان المباريات المهمه ديت بتاخد من الحكام الدوليين والحكام الكبار، ان انت لما تبص تلاقي نفسك في محافل دوليه كبيره وماتش عندك في الدوري انت مش قادر تحكمه. الديربي الوحيد في افريقيا اللي بيتجاب له حكام اجانب احنا. عمرك سمعت الوداد احيانا في البروتوكولات اللي بتتعمل ما بين الاتحادات تلاقي في الدوري في الديربي التونسي حكم مصري في الديربي احيانا يعني. في التباشر، في التبادل، تبادل في تبادل، فاهمني؟ يبقى في تبادل. لكن ان انت تحرم الحكام المصريين من المباريات المهمه ديت بياخد منهم على المستوى الدولي. طبعا ياخد منهم على المستوى الدولي، لجنه الحكام بتاعه افريقيا بتبقى يعني ده شيء كويس، تدريبه كويسه قدامهم، يشوفوا الحكم بيأدي اداء كويس يبدا يسند في مباراه مهمه، يبقى عارف ان هو يعني في بلده مفهوم الامور بالنسبه له على ما يرام. مظبوط مفهوم. طيب انت فكره علم مصر اللي بتقول ان القصد منها انك تقول للناس اللي بيحكموا قدامكم دول مصريين زيكم، جات لك امتى؟ وهل جات لي بيبقى امبارح، امبارح جات لي امبارح، وفصلتوا الطقم ده فين؟ لان الفكره حلوه والتفصيله واضح ان هي يعني مش معموله في 30 ثانيه، لا ده واضح ان القصه معموله لا حلو والله يعني. والله اتعملت في اقل من 6 ساعات، حكم زميلنا هو اللي قام بالموضوع دوت وجابهم لنا النهارده الاوتيل، والامور مشيت زي ما انت شفت كده يعني، واحنا سعداء طبعا ان احنا تشرف لينا، شرف لينا ده تكريم لينا احنا. أيوه. لو في أيوه. تكريم، التكريم حصل ان احنا لبسنا تيشيرت عليه علم مصر، وان الوطن العربي كله يعرف صح ان مصر فيها حكام كبيره وفيها قادرين ان هم يديروا المباريات، ولو كان في ماتش ولا ماتشين ولا 3 حصل فيهم لغط قبل كده واتخذ جه حكام اجانب، احنا ما نقولش عن الحكام الاجانب، والعداله واحده في كل حته، احنا وعندنا بس كان في ازمه ثقه زمان، وعلى ما اعتقد الازمه الثقه دي راحت مره واثنين وثلاثه. ايوه وانا بشكر لجنه الحكام بصراحه، خلينا نشكر لجنه الحكام ان هي تقريبا معظم المباريات النهائيات اللي اتعملت جوه مصر، تمام؟ والمباريات القمه اللي اتعملت جوه مصر تقريبا عدد كبير جدا كله مصريين، او تقريبا كلهم بقوا مصريين، ما فيش الا الماتش بتاع السعوديه ده اللي هو كان بقى حكام اجانب. كان ايه رايك في فكره تعيين حكام اجانب لماتش السعوديه ده؟ والله دي حاجه تخص بقى اتحاد الكوره وقرارات اتحاد الكوره وقرارات الانديه، تمام؟ عشان خاطر كده بنقول ايه، انت احنا بندعم الانديه لما بتيجي تلعب باسم مصر بره مصر من السعوداء ان هم يبقوا متواجدين، احنا دايما احنا عايزين الكوره تبقى في القمه، تمام؟ لكل المنتخب تمام والاهلي والزمالك وبيراميدز واسماعيلي ومصري وكل الانديه احنا اللي بتمثل مصر، احنا كلنا احنا تمام بندعمهم، بنبقى معاهم، هم لازم يدعموا التحكيم المصري تمام. ان هو
التحكيم المصري جزء لا يتجزأ من منظومة الكرة، وهو الأهم. هو الأهم، هو الأهم، التحكيم هو المصري، التحكيم، منظومة التحكيم هي الأهم. طورت التحكيم، الكرة هتتطور. مفيش تطوير للتحكيم وهنبدأ نضغط على الحكام ونستشعر الحرج ونبعدهم، مش معقول. أديك أنت شفت النهارده